أبرار كتاب الله رائدهم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة أرسلت تقول أنها كانت حيضتها في العادة 5 أيام، ولكن هذه المرة مكثت 10 أيام ويوجد دم حيض ولكن بشكل قليل، فهل تقضي 10 أيام أم 5 أيام؟ نقول أن العبرة ليست بوقت محدد للحيضة، وإنما العبرة هي بخروج دم الحيض من الرحم، وتظل المرأة حائضا ما لم ينقطع عنها دم الحيض. فالمرأة إن استمر معها دم الحيض 10 أيام وهي ترى الدم وتقول قليل، لا يشترط أن يكون دم الحيض كثير، طالما أنها ترى الدم ولم ينقطع عنه، ولم ترى أمارات الطهر اللي هي القصة البيضاء أو الجفوف، فها هنا تكون المرأة حائضا لها حكم الحائض، ومن ثم لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم ولا أن تأتي العبادات التي تحتاج إلى طهارة. يبقى إذن الأخت الكريمة السائلة تقضي 10 أيام وهي التي مكثتها حائضا، وكما هو معلوم ربما بتحيض 5 أيام ربما يعتريها طارئ تصبح الحيضة 10 أيام، ربما تصبح 7 أيام، ومن ثم يرجو أن ينتبه إلى ذلك. العبرة في الحيض مش بأيام محددة، وإنما هي بالأمارات. المرأة لما رأت دم الحيض لا تطهر إلا إذا رأت أمارات الطهر، هذا هو الأصل. طبعا يستثنى من ذلك حكم المرأة المستحاضة فلها حكم آخر، وليست هذه هي القاعدة ولا هذا هو الأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة؟ الله يحفظك. والله كنت عايز استفسر عن نقطة كده. الصوت بس ارفع الصوت بإذنك. كنت عايز استفسر عن نقطة كده حضرتك. اتفضل. دلوقتي أنا ليا واحد صاحبي والدته كانت بتدخر معاه كل شهر مبلغ من المال يعني. فقالت له مثلا أنا إن شاء الله لو أنا يعني إيه بتدخر معاه المبلغ ده كل شهر عشان خاطر إن هي عايزة تعمل تطلع بقى حج. وتعمل حاجة. فدلوقتي جت قالت له أنا لو توفيت يبقى أطلع المبلغ ده للناس الغلابة وهو ليه إخوات. فهي جت وتوفت، فالمبلغ دوت يعني هل دلوقتي يبلغ هو الورثة ولا يخرجه لله ولا يكمل عليه ويطلع يعمل لها حج؟ بس كده. طب هي حضرتك سابت شيء غير هذا المبلغ؟ كانت إيه؟ ليها تركة غير المبلغ دوت؟ لا، هي مالهاش تركه غير المبلغ دوت، يعني هي المبلغ دوت كانت هي بتدخره معاه كل شهر مثلا، وما كانتش معرفه اخواته. طيب قالت له حد لغايه ما اكمل مثلا حق ان انا اطلع حج فاعمل بحج، ونموت طلعه للناس الفقراء الغلابه. فمش عارف المبلغ دوت يعني اقسمه على الورثه الشرعيين. طيب المبلغ كام حضرتك؟ المبلغ معدي دلوقتي ال 4000. طيب حاضر، ماشي، جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. تفضلي. لو سمحت كنت عايز بس أقول لحضرتك، أنا كنت جات لي الدورة في رمضان في أوله 5 أيام وفي آخره 7 أيام، فأنا صمت الأيام بتاعت شوال الأول، هل ده ينفع ولا لازم أنا أعوض الأول؟ حاضر. وجزاك الله خير. جزاك المثل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الوالدة الكريمة عليها رحمة الله التي كانت تدخر مبلغا مع ابنها، مبلغ شهري تعين معاه على أساس أن هي تطلع تحج، فقالت له لو مت
المبلغ ده تتصدق به. طيب النهاردة هي توفيت عليها رحمة الله والمبلغ مع ابنها، بيسأل هل يتصدق بالمبلغ كما طلبت أمه أم أنه يقسم المال على الورثة أم يعطيه لإخوة له فقراء أم أنه يقوم بإكمال المبلغ ويحج عن هذه المرأة عليها رحمة الله. اللي أنا سألته المبلغ كام وسألته هل الوالدة الكريمة كان لها تركة أو تركت تركة أخرى بخلاف هذا المبلغ أم لا، فقال إن هي ليس لها تركة وليس لها إلا هذا المبلغ الذي تركته عليها رحمة الله. المبلغ كام؟ المبلغ 4000 جنيه. طب بالنسبة ل4000 جنيه ولم تترك غير هذا المبلغ فهي غير مخاطبة بأحكام الحج، لأن المولى سبحانه فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، وهذه غير مستطيعة، لم تملك حتى نصاب الزكاة ولا يجب عليها الحج، ولم تملك نفقته ولا المبالغ التي تتبلغ بها لتؤدي الحج، وقد ماتت عليها رحمة الله. يبقى إذن لا يحج عنها والحج غير مفروض عنها، إلا إن تطوع أحد أبنائها وكان قادرا أو له سعة في المستقبل حتى وحج عن نفسه فيحج عنها، ده أمر آخر. طيب النهاردة هي مش واجب عليها حج ولا يحج عنها ولم تترك مالا يحج عنها به. طب هذا المال هل يتصدق به؟ أولا نقول أنها أوصت بأن هذا المال يخرج صدقة، وكما هو معلوم أن الوصية لا تجاوز ثلث التركة أبدا بحال من الأحوال. ما فيش إنسان ينفع يتصدق بماله بأكمله ويقول لو مت طلعوا مالي كله صدقة لله، وإنما بمجرد أن يموت صار المال ملكا للورثة. طب هي أوصت بأن يتم التصدق عنها، يبقى نتصدق عنها بجزء من هذا المال، نعمل لها صدقة جارية تدر عليها ثوابا بعد موتها، يبقى ناخد من هذا المبلغ جزء نخرج به صدقة، ناخد سدس المال، ناخد خمس المال، ربع المال، وطبعا لا يجوز بحال من الأحوال أن يزيد المبلغ الذي يخرج عن ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فلما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يوصي أوصى بخمس ماله، أوصى بخمس ماله وقال أرضى لنفسي بما رضي الله عز وجل به لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالمولى سبحانه جعل خمس الغنيمة تقسم في المصارف التي بينها، فأبو بكر رضي الله عنه ومن فقهه لما أراد أن يوصي أوصى بالخمس، وهناك من أهل البصرة وفقهاء البصرة كانوا يوصون بالسدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فكانوا يوصون بالسدس تجنبا للكثرة فلا تبلغ الوصية عندهم السدس. فإن أخرجوا خمس المال، إن أخرجوا سدس المال، إن وصلوا لثلث المال لكن لا يجاوزونه، وما بقي يقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعي. إن شاء الله الواحد ياخد 100 جنيه، إن شاء الله 100 جنيه، فالمولى سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى يتصدق بجزء من المال وليكن الخمس أو السدس مثلا، وما بقي أو يرد إلى الثلث كحد أقصى، وما بقي يقسم على الورثة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ هسأل بس ثلاث أسئلة وبعدين حضرتك تجاوبني عليهم في التليفون. أول سؤال عايزة أعرف حكم نظر المرأة للرجل. حكم إيه؟ نظر المرأة للرجل الأجنبي عنها، يعني نعم، أكون ماشية في الشارع مثلا، أو حكم النظر للشيخ وهو في التلفزيون لما أبقى قاعدة أستمع إليه. وتاني حاجة عايزة أعرف حكم ظهور الرجل في الصلاة بالنسبة للمرأة لو صلت في بيتها. معايا يا شيخ؟ مع حضرتك. ثالث حاجة إيه حكم لو كان في إنسان بيسرق وبعدين تاب؟ حكم إيه؟ لو كان في إنسان بيسرق بعدين تاب، وهو دلوقتي على مقدرة إن هو يسد اللي سرق، وفي ناس يعني من اللي هو سرقهم موجودة وممكن يردوا ليهم، وفي ناس مش موجودة اتقطعت صلته بيه، إيه حكمهم دول؟
وكان في واحده بتكلم واحد في تليفون كان بيبعت لها فلوس يعني، وبرده دلوقتي تابت وكده. ايه حكم الفلوس دي؟ مع ان يعني مع العلم ان الفلوس دي كتيره وما تقدرش تسدها هي. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الاول اريد ان اعرف كيف الواحد يعرف انه قروش ريح؟ احيانا نحس بفرقعات هيك وما نعرف اذا كانت قروش ريح. معلش الصوت بس الاخوه ارفع الصوت عشان نسمع. اريد ان اعرف خروج الريح كيف يتم، هل احيانا اذا حسينا بفرقعات هذا ريح ام لا ينقض الوضوء؟ السؤال الثاني يا شيخ، زكاة الاموال بالاورو قديش يوصل الكميه للزكي؟ زكاة الاموال بايه؟ بالاورو، بالعمله الصعبه بالاورو. ايوه باليورو. حاضر حاضر. اليورو قديش توصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ ايمن؟ الله في عمرك. الله يحفظك. اتفضل. ليه سؤالين عند حضرتك والله. اتفضل. يعني انا كان صمت، كان عليا الخمس ايام يعني بتوع لمؤاخذه الدوره. خلاص ماشي ماشي. صمتهم والنيه لله باذن الله، وانا متعوده بقى لي فتره ان انا بصوم الست ايام البيض. فطبعا انا يعني ما حصلش نصيب ان انا ما صمتش لحد دلوقتي، والوقت بيجري، فلمؤاخذه هرجع تاني مثلا العذر الشهري وكده. فلو ما لحقتش الست ايام في كده او نصهم او كلهم، ينفع ان انا اقول ان انا صمته الست ايام وارجع اصوم انا بقى براحتي التعويض وكده؟ فهمت يا حاجة، وما ينفعش، وهبين لك ليه دلوقتي ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. وفي سؤال تاني، يعني وانا كنت في رمضان كنت يعني نرفزت وخرجت عن شعوري وغلطت، رديت على حد شتيمه ما ترضيش ربنا من غصب عني، فاليوم ده يتحسب اصومه تاني ولا ربنا يسامحني فيه؟ حاضر يا حاج. بارك الله في عمرك يا شيخ. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يباركنا فيك يا فضيله الشيخ. الله يعزك ويحفظك ويجزيك بكل خير يا رب. اللهم امين. بعدين فضيلتك، فيه طريقه بيع بالتقسيط في بنك ناصر. الشخص بيروح البنك يدفع مقدم تقريبا 10% 15%، وبعدين بيمضي عقد بيع بالتقسيط للسياره، هي سياره سعد. وبيسدد على اقساط على عدد سنوات او شهور، والبنك بيعمل حظر للبيع لحين سداد الاقساط. فهل هذه طريقه بيع شرعيه ام طريقه ربويه؟ حاضر. جزاك الله كل خير. جزاكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا شيخ، عندي استفسار بسيط بس. بالنسبة حضرتك، في بعض الشباب بيقوموا بمصر بتنقيب على الآثار وكذا، يعني إيه حكمها لو كانت الآثار دي موجودة داخل البيت أو في الصحراء مثلا في مكان بعيد؟ وهم مع العلم يعني أنهم بيستخدموا أيضا بعض الصحراء كده في استخراجها، يعني ما لازم يستخدم الجن مش كده؟ يقول لك أن الجماعة الفراعنة عاملين المكان دوت معزمينه، ولازم جن يقول لك تخش من انه باب مش كده؟ نعم صحيح. ايوه نعم. ماشي حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ارفع الصوت بعد اذنك والسؤال بسرعه. الله يعزك ويحفظك. السلام عليكم. بغيت نسولك على حكم الصلاه في وسيله النقل. حكم الصلاه في وسيله النقل؟ نعم. حاضر. فريضه ولا نافله؟ فريضه. عايز اعرف واش فريضه ولا نافله. حاضر. فريضه. حاضر حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة اللي سألت، إنها في أول رمضان حاضت خمسة أيام، وفي آخر رمضان سبعة أيام، وتقول أنها هل يجوز إن هي تصوم
الأيام اللي في شوال، الست أيام اللي في شوال، أولا ما أنها تقضي ما عليها أولا. ونفس السؤال الأخت الكريمة اللي سألت إن هي صامت خمس أيام القضاء اللي عليها في رمضان وما صامتش الست أيام اللي هي في شوال التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. بحديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أرضاه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي كأنما صام العام، والله أعلى وأعلم. فتقول وتوشك أن يأتيها العذر الشهري. فهل هذه المرأة يجوز لها أن تحتسب الأيام التي صامتها بدلا من الأيام القضاء، وتقول خلاص اللي صمت دول من الست أيام من شوال وتكمل عليهم يوم وتقضي بعد ذلك؟ فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة للقضاء لمن صامت رمضان، المرأة لم يقل أحد من أهل العلم أنها تقضي ما عليها في شوال إلا أبو داود الظاهري عليه رحمة الله أوجب على المرأة القضاء فين؟ في شوال. أما جماهير الفقهاء اللي هم الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء فأجازوا للمرأة أن تقضي ما عليها إلى شعبان القابل لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها ولفعلها. يبقى قضاء رمضان ده قضاء موسع طوال العام، قبل رمضان القابل تكون قضت ما عليها من رمضان المنصرم، وإن أخرت ما عليها من قضاء فمن أهل العلم من قال بأنها تأثم ويجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم كفدية فضلا عن القضاء بعد ذلك، ومنهم من لم يوجب عليها إلا الاستغفار والقضاء. يبقى إذن المرأة يجوز أنها تقضي رمضان في الحداشر شهر اللي موجودين في العام لحد من أول شوال لحد آخر شهر شعبان من العام القابل. طيب بالنسبة للستة أيام التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأيام محدودة بوقت محدد في شهر شوال، وإذا خرج وقت شوال لا يجوز أن هي تصام، فهي سنة فات محلها إذا انصرم شهر شوال. ومن ثم فمن أهل العلم من قال أنه لا بأس أن تبدأ المرأة بصيام الأيام الستة ثم تقضي ما عليها من رمضان بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال بل تقضي ما عليها أولا ثم بعد ذلك تصوم النافلة، لأنه لا يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لا يبدأ بالنافلة قبل الفريضة، ولأنهم فهموا أن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أن المرأة لم تصم، فهي ما صامتش لرمضان عشان تصوم الست أيام. أقول هذا كلام مردود علي. أقول لا يبدأ بفريضة قبل النافلة إذا كان الوقت لا يتسع لكليهما، يعني لو صليت النافلة الفريضة أخرج وقتها، أقول لك لا صلي الفريضة، الوقت لا يتسع إلا لأداء شيء واحد. لكن لما يكون الوقت متسع لأداء هذه وتلك يبقى إذا نبدأ بإيه؟ ممكن تبدأ بالنافلة وتقضي بعد ذلك ما عليك. كواحد يقول لك ما افرض الراجل مات، يا سيدي لو مات نيته على القضاء مش على التسويف وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، الراجل نيته يقضي ويكفي أنه ميت على طاعة. الأمر الثاني لو حضرتك النهاردة بتقول أنها ما صامتش رمضان، كيف ذلك؟ هي صامت ما افترضه الله عز وجل عليها من رمضان. من صام رمضان ما هو ده صوم رمضان الواجب عليها، هذا هو صوم رمضان الذي افترضها المولى سبحانه وتعالى عليها، لأنها لا يجوز أن تصوم وهي حائض، ومن ثم فقد صامت الصوم الصحيح المطلوب منه. والأيام التي تقضيها لا ينبغي أن أنا أشدد عليها وأقول تقضي الأول ما فاتك من صوم في رمضان يبقى دي 12 يوم وبعد كده تصوم الست أيام، طب ده الشهر مش هيكفي، مش هيكفي الكلام ده كله. فلذلك نقول للأخوات الكريمات إن وجدت من نفسها نشاطا وقدرة إن هي تقضي وتصوم الست أيام لا بأس، لم تستطع وخارجة من رمضان في مشقة وحر وتعب ممكن تقضي ما عليها اللي تقضي تصوم الأيام الست ثم تقضي ما عليها في سائر العام، وهذا ما تميل النفس إليه والله أعلى وأعلم. وإلا كن ألزمت المرأة بأمرين،
إما أنها ما تصومش 6 أيام، وإما أن هي تقضي في شهر شوال وأضيق عليها القضاء، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فإذا كنا نقول أن القضاء حتى شعبان القابل أي قبل رمضان، فلماذا نضيق على المرأة ونحجر عليها واسعا؟ وصيام الأيام الست هذه مع ما يعتري المرأة من عذر، يعني الأخت الكريمة السائلة في أول الشهر أتاها عذرها الشهري، 5 أيام أدركتهم في رمضان، يعني كان في قبل رمضان وأدركت 5 أيام في رمضان، بعد كده 7 أيام في آخر رمضان، طب وبعد كده بتقضي صامت 5 أيام وبعد كده يأتيها العذر الشهري، تنصرم الشهر مش هتدرك، فلماذا أضيق عليه ولماذا أحجر عليها واسعا؟ فإن شاء الله يجوز للمرأة أن تبدأ بصيام الأيام الستة من شوال ثم تقضي ما عليها من رمضان بعد ذلك. بالنسبة للأخت الكريمة التي صامت 5 أيام قضاء وأنهت هذه الأيام الخمس، الأيام الخمسة هذه لا يجوز بعد ذلك أنها تعدل النية، لأن الصوم قد وقع والنية قد انصرفت إلى أن يكون قضاء، ما ينفعش أغير نيتي مرة تانية وأقول خلاص أنا هخلي الصيام ده صيام نافلة، صيام من 6 أيام لا يجوز، ما ينفعش. وأود أن أنبه إن تغيير النية في أثناء العبادة قد يفسدها، تغيير النية في أثناء العبادة قد يفسدها، وقد أجبنا عن سؤال قبل ذلك كان يتضمن هذا المعنى، الأخ اللي دخل في صلاة العصر مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فغير نيته من صلاة العصر بعد أول ركعة إلى صلاة الظهر، فبطلت الصلاتين، الصلاة بطلت، صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر، صلاة العصر اللي دخل فيها بطلت لأنه لم يتمها، وصلاة الظهر بطلت لأنه لم يدخل في أول الصلاة بنية الظهر وإنما انتوى وهو في وسط الصلاة، يبقى لا أدرك صلاة الظهر ولا أدرك صلاة العصر. النية لازم تكون سابقة على الصلاة. طب انت النهاردة ازاي بتصلي صلاة الظهر وانت ما انتويتش هذه الصلاة؟ ازاي صلاة العصر انت النهاردة بتغير النية تبقى ظهر وانت في داخل الصلاة؟ فبطلت الصلاة وينبغي عليه القضاء لكلتا الصلاتين. فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى يجوز للمرأة تصوم الأيام الستة الأول ثم تقضي ما عليها من رمضان؟ نعم. الأيام الخمسة التي صامتها الأخت في السؤال الثاني، هل يجوز أن هي تصبح من الأيام الستة تغير نيتها بعدما صامت؟ لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أرجوك أريد أن أسألك، هل تقويم الأسنان حلال أم حرام؟ وهل برد الجزء الأسفل من الأسنان الذي فيه القليل من الاشتباكات أو ما يسمى بتموجات في الأسنان هل هو حلال أم حرام؟ وسؤالي الثاني، هل يجوز صلاة النافلة بقراءة القرآن من المصحف؟ وأرجوك شيخي عندي سؤال ثالث، هل يجوز إزالة شعر الحاجب الكثيف علما وأنه حاجب كثيف، هل يجوز إزالة القليل منه أم لا؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بس عشان الوقت، الله يحفظك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا عندي سؤال، هو وطي التلفزيون بس بعد اذن حضرتك، التلفزيون يوطى وتفضل السؤال. ايوه يا شيخ سواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا شيخ انا عندي سؤال او عايز رقم تليفون عشان سؤالي انا طويل شويه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الشيخ. اتفضل، ربنا يعزك، اتفضل. ربنا يرضى عنك يا شيخ. بقول لحضرتك دلوقتي في مشكلة معانا في قطعة أرض، أنا حضرتك أنا وسيط ما بين أرض ما بين واحد وواحد.
فالارض دي حضرتك خدناها كان ما قسناهاش، يعني ما خدناها من الناس اللي احنا شلنا منهم ما قسناهاش، فجينا خدناها على سبيل احنا اللي واخدها على سبيل التجاره، فجينا حضرتك الارض ما قسناهاش، فلما خدناها قلنا له الارض ما قسناهاش، قال لي خلاص لو ناقصه متر ما ده عندنا الراجل اللي احنا اشترينا منه. فجينا نبيع تاني لواحد تاني، لواحد تالت بقى، بعنا لواحد تالت الارض طلعت ناقصه بتاع حوالي 10 متر. فطبعا الراجل اللي اشترى بيسال مين؟ بيسال اخر واحد. فاحنا حضرتك عايزين نحلل المشكله دي، يعني مثلا هل ال 10 متر دول عند مين؟ مين اللي يشيلهم ومين اللي عند مين بالظبط؟ مش الراجل قال لحضرتك اي حاجه ناقصه عندي؟ قال عندي، واحنا كاتبين في العقد الكلام ده، يعني احنا حتى طيب ايه المشكله بقى؟ ما هو دلوقتي بيقول لك لا انا ما انا بعته خلاص. مش حضرتك النهارده، انت حضرتك محامي؟ لا انا حضرتك انا يعني سمسار. طيب حضرتك النهارده انت كسمسار، مش واجبات حضرتك انت بتاخد اجر انك تتاكد ان الارض دي مطابقه للمساحه اللي موجوده، مش كده؟ ما حضرتك احنا جينا نقيس ما عرفناش نقيس، لان الارض حضرتك ما ينفعش تقاس من جوه، قيسنا من بره لقينا الواجهه بتاعتها مظبوطه، فجينا نقيس جوه ما لقيناش ما عرفناش نقيس جوه، فانا قلت له انا نبهت عليه قلت له خلي بالك ما عرفش نقيس الارض، ما قيسناش الارض، راح قال لك يا عم لو الارض ناقصه متر عندنا. العقد ده كان معمول امتى العقد دوت؟ بقاله بتاع 3 شهور. 3 شهور، طيب ما انا بقول لك بسالك ليه؟ لان لو فات سنه خلاص انتهى، في عجز في المبيع، زاد في المبيع، ما عادش يقدر يطالب بيه. فحضرتك النهارده تقعدهم قعده عرفيه وتثبت اللي مكتوب في العقد. لا اوكي وحضرتك احنا عاملين شرط جزاء قدامه 50,000 جنيه. خلاص ما انا بقول لها ما استجابش، الامور دي ما بتتحلش بفتوى. الامور دي بتتحل اما بمجلس تحكيم عرفي واما بالقضاء، وخلي القضاء اخر سبيل تلجا اليه. تمام، جزاكم الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما الحكم في رجل يتنمر؟ حاضر. اللي بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتسال عن حكم نظر المراه للرجل الاجنبي، حكم نظر المراه للرجل كحكم نظر الرجل الى المراه. المولى سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الخطاب ها هنا للرجل والخطاب ها هنا للمرأة، يعني الرجل يتقي الله فيغض نظره عن المرأة الأجنبية، والمرأة تتقي الله فتغض بصرها عن الرجل الأجنبي. والمقصود بالنظر ها هنا اللي هو يحرك الشهوة، إن الرجل لما ينظر إلى المرأة كنظر المرأة إلى الرجل، ما هو هذا النظر يترتب عليه مفسدة سواء من الرجل أو سواء من المرأة. فالنظر محرم، نظر إلى المرأة الأجنبية محرم، والذي يعفى عنه نظر الفجأة أو نظر الفجأة، أن الإنسان ينظر رغما عنه فيصرف بصره، هذا لا تسريب عليه. ولذلك أرجو أن احنا ننتبه لنقطة مهمة، نقطة التلفزيون. المرأة ما ينفعش أن هي تقعد قدام الشيخ مبحلقة وقاعدة تبص وتتفرج على الشيخ هكذا، طالما ان هي تستشعر شيئا في نفسه. فممكن الشيخ ده عنده 70 سنة واكبر من جدها وليس في ذلك شيء، يعني بصت له زي ما شافتلوش، هي ادرى بنفسه وتكون امينه مع نفسها. لما تجد امر كهذا او شيخ ينظر اليه او الى اخره، يبقى برضه ما ينبغي ان هي تنظر. برضه اخواننا بنقول لهم ان ما يتعودش بقى جايب للشيخ وعينين الشيخ والشيخ هو مسبل وهو بيبص، ما ينفعش هذا الكلام برضه. لابد ان احنا نتقي الله في بناتنا وفي نسائنا. يبقى اذا امر النظر للرجل كامر النظر للمراه، لا ينبغي للرجل ان ينظر الى المراه الاجنبيه، ولا ينبغي للمراه ان تنظر الى الرجل الاجنبي. والاخت تريد ان تسمع الفتوى تصرف بصرها، تريد ان تشاهد البرنامج تصرف بصرها، ما تقعدش تنظر والراجل قاعد يسمع اخبار يلاقي واحده ست يقعد يبص، كل هذا غير جائز. فالبصر هذا الانسان سيسال عنه، يعني البصر، السمع، الفؤاد، كل اولئك كان عنه مسؤولا. فيعني الاخت الكريمه تغض بصرها، واوصي نفسي ثم اخواني واخواتي ان ينبغي غض البصر، والنظره سهم من سهام ابليس،
النظرة هذه سهم مسموم من سهام إبليس تترك أثرا في القلب ربما يعانيه الإنسان فترة طويلة. فالمولى سبحانه لما قال ولا تقربوا الزنا ما قالش ها هنا في هذا الموضع ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. فكيف نمتثل لهذا الأمر بعدم النظر؟ كيف نمتثل لهذا الأمر بعدم الكلام؟ يبقى الكلام بداية، النظر بداية، فنغلق هذه الأبواب. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم أمين. السؤال الثاني، طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. سؤال لك في موضوع الرضاعة. أنا كنت متقدم لواحدة، فظهر إن الوالدة قالت أنت راضع من أم مثلا الأم البنتي. يعني أنت رضعت من والدتها؟ بس مش معاها، يعني مع اخ اكبر منها. يعني احنا مالنا ومال مع مين؟ انت لما رضعت من والدتها بقت ايه بالنسبه لك؟ ايه؟ امها لما ارضعتك بقت ايه بالنسبه لك؟ هي مش معايا، ما تعرفيش حاجه يعني. يا اخي لما رضعتك ما بقتش امك من الرضاعه؟ بقت امك ولا مش امك من الرضاعه؟ بقت امي. بقت امك من الرضاعه، يبقى هي متحرمه عليك مش كده؟ واختها متحرمة عليك، وامها متحرمة عليك، وكل ولادها متحرمين عليك. اللي كانت مولودة واللي ما اتولدتش واللي هتتولد بعد كده. معايا؟ انا سألت حد دفعه قال لي ما ينفعش لو ما رضعتش ما رضعتش مع دي. يا اخي الحبيب الله يصلح حالك بعد اذنك. انت حضرتك سألتني انا مش كده؟ سألتني وقلت لك ما ينفعش. روح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف يقول لك ما تنفعش. ما تقوليش سألت واحد وقال لي لا. ما يبقاش الأمر أمر هوى إن أنا عايز أتجوز واحدة بغض النظر يجوز أم لا يجوز. إن شاء الله الأخ الكريم بس هكمل الأسئلة اللي معايا يخليه معايا بتاع الرضاعة عشان هبقى له مسألة مهمة جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم وحفظكم كما حفظ السماء. اتفضل الله يكرمك. السؤال بس ربنا يعزك عشان وقتك ونكمل الأسئلة. السؤال يحتاج صبر حتى تكون الإجابة في محلها الصحيح وتكون شافية، وما صبري وصبرك إلا بالله. بس الله يكرمك السؤال ومن عينيه الاثنين. حاضر. يحتاج صبر. طب بس السؤال فين بس؟ عمري 51 سنة، أم الستة بفضل الله، أنهيت 3 سنوات في كلية الهندسة، وأنا من أسرة ممن يمتهنون مهنة زكريا عليه السلام، وأنا أول واحدة تخش الجامعة، وارتديت النقاب من باب الأحوط، لأني اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. وفي عام 1981 وعند مقتل السادات كان في تشديد جامد جدا على المنقبات والملتحين. طب بس السؤال ربنا يعز حضرتك. ما اقدرش اقول السؤال الا لما اقول المقدمه. طيب بعد اذن حضرتك هنكمل. مش هتصبر هقول لك جزاك الله خيرا. طب سيبي تليفون حضرتك بعد الحلقه عشان الوقت اكلم حضرتك انا تقولي اللي حضرتك عايزاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب. الله يعزك ويحفظك. اتفضل. بعد اذنك بس سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني حضرتك، انا في اول رمضان نزل عليا دم الحيض حوالي 8 ايام، بس انا تشككت ما اعرفش ده حيض ولا لا، علشان انا سني كبير وكانت الدوره بتجيني مرتين، يعني كل شهرين مره. فكانت بتجيلي جاتني في الايام الاولانيه بتاعه رمضان دي نقط بسيطه بنيه عامله زي القهوه كده. فيعني صمت عادي علشان ده مش صفه، وكنت بشمها مش دم الحيض يعني. فصمت عادي. فبعد رمضان ما خلص جاتني في الاخر رمضان يومين، بس اليومين اللي في رمضان اللي في اخر رمضان دول انا افطرتهم. الاولانيين التبس عليا الامر فصمت عشان ما كانش صفه الدم ولا عرفته. فبعد اذنك الايام ديت انا متشككه فيها، هل اصومها ولا لا؟ حضرتك اللي حضرتك دم الحيض لونه اسود زي ما حضرتك عارفه. مش كده؟ كريه الرائحه. تمام. حضرتك لما شمتيه كانت الريحه كريهه؟ لا ما كانش له ريحه. ما كانش له ريحه.
تمام. بس اللون كانت نقط كل يوم نقطة لحد مدة 8 ايام. ماشي، انا بكلم حضرتك على اللون. هو ده لون دم الحيض؟ لا، مش معتاد عندي ان ده دم الحيض. ما انا بسأل اصل اللي حضرتك هتقوله لي انا بتكلم على اساسه، لو غلط هيبقى الاجابة غلط. ايوه. حضرتك اذا الدم ده لا لون دم الحيض ولا ريحة دم الحيض ولا هو دم الحيض، يبقى هذا ليس بحيض. طيب حضرتك دلوقتي انا يعني متشككة في الايام دي، مش عارفة اصومها اعيدها ولا لا. والله حضرتك انا مش هقول لك خدي بالاحوط وعيدي، واخد بالك، لان دايما الاحوط هو الاشد، لكن انا بتكلم ان لو ده دم حيض يبقى يأسم المرأة، تأسم لو صامت، ولا يجوز ان هي لا تصوم ولا تصلي وهي حائض. فبالتالي النهاردة العبرة مش دم حيض، يبقى فيش عليها صيام. والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. لو سمعت حضرتك في 3 اسئلة بس، فاوجه لك الى حضرتك وتأجبني عليهم يعني بعد التليفون حضرتك. لو سمحت دلوقتي في مسألة فقهية، كان حضرتك واحد يعني كان عنده كان مدخر مال وكده حضرتك، فحصل له اللي هو المال ده حضرتك اللي هو يعني ربنا يقدره ويروح الحج وكده. ماشي. دلوقتي حضرتك هو لو احتاج للمال ده اللي هو يشتري مثلا كده ارض مثلا يعني يبنيله مثلا بتاع شقه كده حضرتك، ويحتاج للمال ده وبعد كده لما ربنا يسهلها عليه وييسرها مثلا كده، يبقى يعني جمع يعني فلوس العمر او الحج ويروح يعني ربنا يقدره. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك بالنسبه لتاخير صلاه العشاء اللي بعد مثلا الساعه 12 او الساعه 2 او قبل الفجر كده حضرتك، العذر يعني ليه يعني مثلا يعني كان مسافر او مثلا قاعد مع طيب. جماعه مثلا اخروه او كده كده يعني حضرتك. السؤال الثالث حضرتك يعني يجوز يعني المصلي اللي هو يصلي مثلا بالمصحف في صلاه النافله او الفرض، وحضرتك مثلا يعني الفريضه ما ينفعش يمسك مصحف في الفريضه. هبين. أيوة. السؤال حاضر. طيب ماشي حضرتك. وصلي مثلا زي ده المصحف مثلا اللي حطه على. وشكرا حضرتك. السلام عليكم. عليك الصلاه والسلام وبركاته. طيب عشان نلحق نجاوب بس الاسئله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الو. اتفضل يا اخي السؤال اتفضل. والله يا حضرتك عندي سؤال خاص كده يا شيخ، عايز رقم حضرتك من على الكنترول. انا معلش معذره انا ما بديش تليفون لحد، عفوا يعني مش هقول لك الكنترول واديكوا الرقم وبعدين مش هيدوك حاجه، فمعذره ان كان في سؤال تقوله حضرتك انا تحت امرك. ما فيش، يبقى اشوف حد من اخواننا الافاضل في المنطقه اللي حضرتك فيها يجيب ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. الاخت الكريمه اللي بتتكلم عن حكم ظهور رجل المراه في الصلاه. المراه لو صلت ورجلها ظاهره في الصلاه هل يجوز ام لا؟ اللي طبعا السؤال هذا مترتب على مساله اخرى، وهي العوره بالنسبه للمراه، حد العوره بالنسبه للمراه. هل قدم المرأة عورة أم لا؟ قدم المرأة هل هي عورة لو ظهرت في الصلاة لا يجوز؟ لو انكشفت قدمها في الصلاة فسدت الصلاة. هذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل، لا يجوز للمرأة أن هي تصلي وظهور قدميها بادية. وأوجبوا أن المرأة تلبس الثوب السابغ الذي يغطي ظهور القدمين للحديث الوارد في ذلك. والفقهاء الأحناف والشافعية قالوا ليست يعني ظهور الأقدام ليست من العورة بالنسبة للمرأة، ولو بدت في الصلاة فلا شيء فيه. فمن قال إنها عورة أوجب إنها تستر إما بثوب سابغ أو بجورب المرأة تلبسه. وطبعا لم يكن عند نساء الصحابة رضي الله عنهن كلهن جوارب يرتدينها في الصلاة. وزي بنقول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة إن ظهر قدم المرأة ليس بعورة، إنما هي تلبس الثوب السابغ، تصلي في ثوب سابغ وتصلي في درع وتكشف الوجه كما هو معلوم. رغم إن وجه المرأة عند المالكية والحنابلة عورة، لكن ورد كشفه في الصلاة، فمن ثم قالوا لا شيء إن ظهر وجه المرأة في الصلاة وكذلك كفيها. فبالنسبة لكف المرأة، بالنسبة لظهور أقدام المرأة، لو تكشف منها شيء في الصلاة فالصلاة صحيحة. وعندنا حديث آخر لكن لا أريد أن أنا أدخل في هذه المسألة، لكن أشير إليه في عجالة. بعض الناس بيعتقد أن الإنسان لو صلى حاسر الرأس فصلاته غير صحيحة.
مع ان شعر الانسان او راس الانسان مش عوره، وخاصه الشافعيه عندهم تكره كراهه شديده كشف الراس، من اللي حسر الراس كده زي حالاتي، عندهم هذا من خوارم المروءه، ما ينفعش يكون راسه مكشوف ولازم يغطي راسه. واقول ان الحقيقه هذا امر غير صحيح، ان الصلاه تكره لمثل هذا او كده، بل ان عمر بن سلمه انكشفت عورته في الصلاه وهو يؤم قومه، فقالت النسوه غطوا عنا است امامكم، ولم تفسد الصلاه ولم يعيدوا الصلاه رغم انكشاف العوره فيها. فارجو بس ان احنا لما نتكلم في مثل هذه الامور لا نتشدد فيها، وان شاء الله الامر الصحيح وما اراه ان لو تكشف ظهر قدم المراه في الصلاه فالصلاه صحيحه ان شاء الله ولا تجب عليها الاعاده. الانسان الذي سرق اشياء من اخرين ثم تاب الى الله عز وجل، من شروط التوبه ان الانسان يندم على ما كان منه، ويعزم بالقلب عزما اكيدا على عدم العوده الى المعصيه التي ارتكبها فيما يستقبل من حياته، ويقلع عن الذنب في حاضره. يبقى ندم في الماضي على ما كان، الاقلاع عن المعصيه في الحاضر، والعزم بالقلب على عدم المعصيه العوده الى المعصيه في المستقبل. يضاف شرط رابع هنا وهو التحلل من المظالم. إن كانت المظلمة في حق آدمي لابد أن يتحلل من المظلمة بأداء الحقوق إلى أهله. إن كان غاصب قطعة أرض من إنسان يردها إليه، إن كان مبلغ من المال لأحد عنده يتحلل من المظلمة ويرد إليه، إن كان ورث أخته واكل 3-4 فدادين من أخته لابد أن يرد إليها المال، واخذ ربع عراض منها لابد أن يرد إليها المال. تحلل من المظالم. يبقى الإنسان الذي وقع في السرقة وأتاها وتاب الله عز وجل عليه لابد أن يرد المسروق أو مثله إلى الإنسان الذي سرق منه هذا المال، وما يروحش يفضح نفسه يقول ده أنا خدت منك وخد، لا، ممكن يخرج هذا الشيء في شكل هدية، ممكن يعطي له مثل قيمته وأكثر من ذلك. طب وإن كان إنسان ما يعرفوش أصلا يمكن أن يتصدق عنه بمثل ما أخذ، ويكثر له من الدعاء والاستغفار. والله سبحانه أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يتوب على السائل وأن يتوب على كل مسلم عاص، اللهم أمين. المرأة الأخت اللي بتسأل عن المرأة التي كانت تحادث رجلا في الهاتف وتابت، نقول أن عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، لا تعد لمثل هذا وتندم عليه وتقلع عن ذلك بالكلية. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن خروج الريح من الإنسان، لو الإنسان سمع صوتا وأشكل عليه لم يدري أخرج منه ريح أم لا، هذا قد وقع لعبد الله بن زيد كما في صحيح البخاري، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، الرجل يجد ريحا، يعني يجد ريحا ولا يدري أخرجت منه الريح أم لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من مصلاه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. لابد أنه يستيقن أن الريح قد خرجت منه، ولا يفسد وضوءه إلا باليقين، لأن ما ثبت يقينا لا يزول بشك. وأسس العلماء على هذا الحديث العديد من القواعد، العديد من القواعد. ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل اليقين، إلى غير ذلك من هذه القواعد التي أسسوها واستصحبوها في فقههم. ومن ثم فمجرد وجود حركة في الدبر أو مجرد سماع الصوت كقرقعة في البطن هذا لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء ولا يثبت به خروج الريح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرين لأن يتيقن الإنسان من هذا الأمر، وهو سماع الصوت أو أن يشم ريحا. والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الإنسان لمجرد شك عنده أو مجرد صوت يقول خلاص قد انتقض الوضوء، لا، هذا غير صحيح. الشق الثاني من سؤال الأخت الكريمة السائلة بتسأل عن الزكاة بالإيرو أو باليورو كما نقول نحن في مصر عندنا هنا، كيف تحسب؟
احنا بنيجي ونشوف ال 85 جرام ذهب عيار 24 تمنهم ايه. هشوف مثلا ال 85 جرام ذهب خالص، طب ال 85 جرام ذهب دول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اوجب الزكاه في 20 دينارا، والدينار هو الدينار الذهبي، العمله اللي كانت مستخدمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الدينار الذهب والدرهم الفضه. النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الزكاه في الدينار الذهبي في 20 دينارا. الدينار كان 4 جرامات وربع الجرام، دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 4 جرامات وربع، أضرب 4 وربع في 20 يبقوا 85 جرام ذهب خالص. ال 85 جرام ذهب دول بكام؟ هنفترض إن الجرام في أوروبا ب 10 يورو مثلا أو 10 يورو كما نقول نحن، يبقى ده 850 يورو. طيب أضرب حضرتك 850، يبقى هذا هو النصاب الذي تجب به الزكاة. ده أنا بقول مثلا، ممكن يبقى بأزيد بأقل زي ما يطلع. يبقى أنا أحسب النهاردة نصاب الزكاة، المال اللي عندي بلغ نصاب، بلغ نصاب، حال عليه الحول، حال عليه الحول، يبقى المال اللي عنده كله أضرب فيه 2.5%. يبقى النهاردة بجيب 85 جرام ذهب خالص عيار 24، أشوف تمنهم كام بالإيرو، أضرب المبلغ كله، المال اللي عندي بلغ النصاب وحال عليه الحول، يبقى كل المال اللي عندي الخالي من الدين، يعني ما فيش عليها ديون، فيه مال صافي ملكا ليه، أضرب في 2.5%، وهذا الناتج هو مقدار الواجب إخراجه من المال كزكاة. والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل أنها تلفظت بألفاظ نابية وسبت سبا لا يليق في شهر رمضان، هل تكون قد أفطرت؟ أقول لا، هي لم تفطر، ولكن نقص أجرها، وعليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله سبحانه، ولكن لم يفسد الصوم. والذي أفسد الصوم على فكرة بالسب، والإنسان لو أتى أمور من المنكرات والغيبة والنميمة، هو ابن حزم الظاهري، لكن جماهير الفقهاء على خلاف ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن بنك ناصر الاجتماعي بيبيع سيارة بالتقسيط. البنك على ما أعلم، وقد أكون مخطئ في ذلك، لكن أنا مبلغ علمي أن بنك ناصر عنده سيارات موجودة في حوزته، يعني هذا مبلغ علمي الحقيقة، أن البنك ناصر يكاد يكون البنك الوحيد أو من البنوك النادرة اللي بتكون السيارات موجودة عنده. الإنسان اللي بيتعامل مع هذا البنك بيروح يدفع مبلغ من 10% ل 12%، وبيوقع على عقد بيع بالتقسيط. يبقى أهم نقطة عندنا هنا إن العقد اللي بيمضيه عقد بيع بالتقسيط، ما هوش عقد قرض، فدي أهم نقطة في الموضوع عندنا. وبعد كده دفع المقدم، الباقي بيتقسط على أقساط شهرية يقوم بدفعها. لحد كده المعاملة لا غبار عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن البنك النهاردة أبرم عقد بيع بالقسط، خد مقدم يسدد الباقي بالقسط، لا تثريب عليه في ذلك. نقطة الإشكال الوحيدة في نظري هي حظر الملكية، إن البنك عمل حظر ملكي. والحقيقة لا أعلم إلى الآن بنكا أو شركة أو جهة لا تقوم بعمل حظر الملكية، رغم أن المجامع الفقهية اللي قعدت وألفت بين معاملتين متعارضتين تماما، الأولى في فقه المالكية وهي الوعد الملزم والتي انفردوا بها عن سائر الفقهاء، والثانية في مذهب الإمام الشافعي والتي انفرد بها عن سائر الفقهاء أيضا، وهي اشتري لي ثم أربحك، اشتري العربية ديت وابيعها لي بعد كده بالقسط وانا هكسبك. اللي البنوك عاملينها دلوقتي تحت صورة البيع للآمر بالشراء، الراجل يطلب السلعة من البنك، البنك يروح يجيبها ويقسطها له. المعاملة ديت على أي مذهب لا تجد لها أصل على هذا النحو، لأن المرابحة الشرعية رجل عنده مال لكن لا يحسن الشراء، ما عرفش يشتري، يقوم يأتي بإنسان عنده خبرة فنية يشتري له
ويأخذ مبلغا مقابل شرائه. يعني كانوا حتى لها اسم في كتب الفقه كان باللغة الفارسية يقول لك كد كد هزي، أو يعني العشرة بحداشر، يعني هيشتري الحاجة بعشرة يخليها بحداشر مقابل خبرته في الشراء. أما البيع للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك فهو صورة على غير هذا النحو مطلقا، جمعت بين مذهبين، بين الوعد الملزم عند المالكية وبين ما عرف في مذهب الشافعية بمسألة اشتري لي وأربحك، والمجامع الفقهية أجازت هاتين الصورتين على الرغم من أنهما معا لم يأتي بهما مذهب فقهي على الإطلاق، وإنما جمعوا بين هاتين المعاملتين في صورة واحدة، هي صورة البيع بالمرابحة، البيع للآمر بالشراء، أو ما نسميه كعوام الناس بالمرابحة في البنوك اللي تقوم بالتعامل بهذه الصورة. اللي أي مكان الأمر فالمجامع الفقهية منعت حظر الملكية وقالت لا يجوز حظر الملكية. حظر الملكية النهاردة يتنافى مع البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط عبارة أن أنت بتتملك السلعة ويكون الثمن دينا في الذمة، الثمن يصبح دينا في ذمتك لكن السلعة في ملكك. طب حضرتك النهاردة احنا اللي بيحصل غير كده، ده انت بتاخد الفلوس اللي تبقى دين في ذمتك والسلعة موجودة معاك، لكن يمتنع عليك ان تتصرف فيها وتصبح على ملك بائعها، فلا تنتقل السلعة الى ملكك وانما يحظر عليك ان تتصرف فيه. طب بيوع السلم على العكس من ذلك، بتدفع الثمن كله ولا تتسلم المسموع إلا بعد أجل معين. يبقى النهاردة الثمن عجلت كامل الثمن وبقيت السلعة دينا في الذمة. البيع بالقسط تسلمت السلعة معجلة وصارت ملكا لك وبقي الدين في الذمة. لكن النهاردة أن أنا آجي أخليك تنتفع بالسلعة وتظل ملكية السلعة ليه وأحظر التصرف فيها، هذا أمر غير مشروع، وإنما أشبه ببيع الكالئ بالكالئ، إن الملكية لا تنتقل إليك ولا تتصرف فيها إلا بسداد كامل الثمن. طب الكلام ده المجامع الفقهية نفسها حظرته ومنعته، لكن البنوك في الواقع العملي تقول لك طب ما أنا هديله العربية هياخدها يبيعها والثمن هجر ورا منه وفي الآخر هيتسجن ومش هيدفعه، وهذا أمر واقع بالفعل. هنرجع لنقطة تانية وهي نقطة التوسع في البيع بالقسط، أما ده له مثالب كثيرة جدا. الأزمة الاقتصادية العالمية اللي وقعت في أمريكا وفي أوروبا كان من أسبابها وليس السبب الوحيد لها التوسع في العقود الائتمانية والتوسع في البيع بالقسط، وخاصة في مجال العقارات لما الرئيس الأمريكي أعلن أن لابد لكل أمريكا أن يتملك بيتا، وكان مكان لأنه طبعا ما يقدرش يشتري إلا بطريقة التقسيط، فكانت هذه الأزمة. التوسع في البيوع بالقسط له مضار كثيرة يعلمها الاقتصاديون، ومن ثم لا ينبغي أن يتم التوسع في منح الائتمان حتى لو بسلع بالأجل. ومن ثم فاللي بيفعل ذلك اللي هي البنوك عشان تحافظ على السلع، السيارات أو ما شابه ذلك أو أي سلعة بتتعامل بها، بتعمل حظر ملكية أو منع في التصرف، وهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع. هذه النقطة اللي في هذا العقد نقطة أجد أنها نقطة غير صحيحة، أما ما عدا ذلك من العقد فهو عقد صحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني، هذا أمر مما عمت به البلوى، أمر الأثار، شباب اللي بيجوا ينقبهم عن الأثار. احنا عندنا مناطق في مصر زي الجيزة، مناطق كثيرة في الجيزة زي صعيد مصر، وخاصة في قنا، وخاصة في أسوان، وهذه الأماكن، الأماكن ديت البيوت على بحيرة من الآثار. الراجل يجي يحفر في البيت، إن كان بيحفره أساس 3 متر تلاقي الحفر 60 متر، يعني لو بيحفر في بير مية مش هيحفر بالعمق ده، ده يقول لك ده احنا جايبين ميه على بعد 50 متر، ده تلاقيه نازل 60 متر و70 متر و80 متر كمان في الارض، والبلد كلها بتساعده. ليه؟ ينوبهم الحب جانب،
ينزلوا يشوفوا الايه؟ ينزلوا يشوفوا الاثار. وللاسف الشديد كثير جدا 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 ما كان يحدث ان الناس تلاقي الاثار. وللاسف الشديد يعني ده امر الذئب هو الذي يرعى الغنم. لما نيجي نلاقي ان الناس اللي بيقوموا على حمايه هذه الاثار وما شابه ذلك هم اللي بيسروا سبل التجاره فيها، بل هم اللي بيقوموا بالوساطه، بل هم اللي بيجيبوا الناس اللي تشتري الى اخره. ولو تم تسليم الاثار ليهم يدوا للناس مبلغ زهيد ويقوموا ببيعها. وهذا الامر يعني سمعته اكثر من مره من اكثر من انسان كان يسال، واوصيه ان هو يقوم بالتوجه الى المسؤولين وان يقوم بتسليم هذه الاثار اليهم. فالحقيقه هذا امر واقع وما ينبغي ان نغمض اعيننا عنهم. الاثار المصريه موجوده خاصه في لندن، في دول اوروبيه، في فرنسا بالذات، في امريكا الاثار موجوده وبتتباع. المسله بتاعت الكونكورد دي، مسله مصر اللي موجوده هناك، خرجت من البلد ازاي؟ مسله مش متر ولا اتنين ولا عشرة عشان تخرج من البلد، خرجت وموجوده وموجوده في ميدان، والاثار بتاعتنا موجوده وتباع. وللاسف الشديد ليس من يحرك ساكنا. يبقى تاريخ البلد بيضيع ويباع ويشترى الى اخره وهكذا. وبعدين تيجي تلاقي ناس يقول لك ده تاريخ فراعنه كفره، وانا قلت ان هم كانوا مسلمين، لكن هو كتاريخ، كتاريخ، كتاريخ حضاره بشريه هو تاريخ وموجود عندك. فالنهارده انت لما تاريخ ناس كفار يا سيدي بتاخده تبيعه وتشتري ليه؟ بتروح تبيعه بره ليه وتاخد فيه ملايين الاموال ليه؟ فالحقيقه بالنسبه لهذا الامر مما عمت به البلوى، بل اصبح الان دلوقتي الناس بيجيبوا ناس من يعني مش عايز اقول اللي احترفوا النصب وما شابه ذلك، بل من الصحراء ايضا، مسخر معاه كما يقول الجان، ويقول لك والله احنا محتاجين زئبق احمر عشان خاطر يقدر يجيب لكم الكنز فين، ومش هيعرف يسعدكم غير بهذه السبيل وبهذه الطريق. يجي بعد كده يقول لك خلي بالك ده المقبره دي ليها خمس بيبان بس الجماعه الفراعنه معزمين عليهم، لو دخلت هتتسحروا هتتسخطوا كلكم، فلازم واحد يجي ويقول لكم تجيبوا منين. ممكن يجي واحد يقول لك يا خبر ابيض ده مرض ما لهمش اول من اخر، قاعدين على السلالم، السلمه الاوليه 20 والثانيه 50 والرابعه 100 وقاعدين، اوعى واحد فيكم ينزل. وممكن يجي لك ويقول لك والله الجن كان ابن حلال عرف يسلك مع واحد فيهم وهيدخلكم من الباب الفلاني، بس هو عايز ايه 100,000 80,000 كما ايه يحلو له. والحقيقة هذه الأمور موجودة، وأمور محزنة، أمور محزنة. وبعد ما ياخد الآثار ويبيعها يجي يقول لك طب هي دي مش من الركاز، طب يعني أدفع 20% اللي هو الخمس يدفع ويخرج كزكاة. فإحنا بنقول يا إخواننا النهاردة الدولة منعت التصرف في مثل هذه الأمور، والإنسان اللي يجد شيئا لابد أن يقوم بإيصاله أو بإبلاغ المسؤولين في الدولة. الأمر الثاني برضه الدولة النهاردة شايفة الآثار بتتهرب وشايفة الكلام ده بره، ما ينفعش رجل يجد كنز كهذا أو ما شابه ذلك وله قيمة تاريخية عند الباحثين وأجي أصرف له 3-4 آلاف جنيه، هو شايف فلوس راحة جاية ولو. فيعني أرجو برضه إن الدولة تقوم بتعديل هذه الأمور، والإنسان اللي يأتي بأمور كهذه يكون له مبلغ من المال، لا أقول مبلغ مغري يعني، لكن أقول مبلغ يغنيه ويحثه على أن يقوم بأداء الأمانة وإيصالها إلى المسؤولين. فالحقيقة أنا ضد نهائيا الاتجار في الأثار، وضد العبث بأثار مصر، وضد نهائيا اللي ياخدها يطلعها بره ويقوم ببيعها لأناس في السر وفي الخفاء. والحقيقة لو قبض عليه كيف يكون مشهده وكيف يكون مظهره؟ فالحقيقة لا أدري. فلذلك أنصح إخواني الشباب وإن هم يقلعوا عن هذا الأمر بالكلية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي نشعر فيه بانتمائنا إلى بلدنا ونشعر فيه بحبنا لوطننا، يكون عندنا انتماء لهذا البلد ولا يتصادم ذلك نهائيا مع انتمائنا لديننا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة وحزن لأنه أخرج منها، وكان يقول: إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الصلاة في وسيلة المواصلات هل يجوز أم لا، لا تجوز للنافلة ولكن تجوز للفريضة. الحقيقة الوقت ضاق معي فهجاوب إجابات سريعة ونفصل إن شاء الله في أول لقاء القابل. تقويم الأسنان هل هو حلال أم حرام؟ إن كان لعلاج عيب أو ضرر يتأذى به الإنسان فلا بأس للإنسان أن يفعله، إن كان للتجميل فلا. برد الجزء الأسفل من الأسنان طبعا احنا عارفين ان التفلج لا يجوز، لكن ان كان للعلاج فلا بأس بذلك. صلاة النافلة بالقراءة من المصحف يجوز الانسان يحمل المصحف ويقرأ منه، لكن الفريضة لا يجوز. بالنسبة لإزالة شعر الحاجب الكثيف لا يجوز للمرأة او للرجل، لان في سؤال عن رجل يتنمص، فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فإذا كان الرجل يفعل ذلك فاللعن في حقه أشد وأولى. لكن إن كان الشعر يؤدي إلى وقوع أذى بالعينين يزال، لكن يرقق الحاجب لكثافته فلا يجوز ذلك، وسنبين بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل هذه الأسئلة بالتفصيل بأمر الله. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه. والأسئلة التي أجبنا عنها من أول الصلاة في وسيلة المواصلات، إن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي على خير في الأسبوع القابل في هذا مثل هذا اليوم بأمر الله، فنتم هذه الأسئلة مع التفصيل فيها بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار ولله.